واش لافافاج، جيسبيغ كو كلكم تكونوا مزيانين ان شاء الله، ومرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للدراري والبنات اللي كتفرجوا فيا البنات، المهم بالنسبه للدراري بالفيديو ديال النهار ان شاء الله، مع قرب الصيف ورمضان وكذا والبحر لابيسين فور وكذا وداكشي، نهضروا على لاصيف هاد ديما كنهضر على غير شي لا بريز دو ماس، لا بيغ دو ماس، تدخيم العضلي، امبليفيكاسيون مسكولير، كنهضر غير هاد لي سوجي نتاع تزيد في الطوا ديالك. ما عمري هضرت على شي حاجه دلاصيج. غنعطيكم بزاف لي زيد هاد ان شاء الله. قبل ما نبداو لا فيديو كلشي فرقع اللعيبه ديال ابل، اول مره يتفرج فيا يعجبك داكشي بزاف، انا الوحيد اللي عندي شان كندير فيها كلشي، هذاك اللي كيدير طابلو ديال ديسير فيه البانان والتفاح والافوكا والاناناس وكلشي، داكشي ديال الضحك ديال الجنون ودلاصه. ابونا وصاحبي فلاش راه فيها كلشي، تابونا صاحبي راه كلشي راه بحال دير دوزي الحمد لله، بحال دير بحال دير شي اذاعه فيها كلشي غيدوز، يعني كلشي غتفرج له في هاد لاشين هادي. تابونا صاحبي تابونا تابونا، نهار نشوف من غادي يبقاو يخلصوا على اليوتيوب غنبقى نفرقها عليكم كامل، الا بارطاجو الفيديو كون يوجد. نهضرو على لاصيج، كاين واحد جوج ديال الحوايج الاساسيه غنطرقوا عليها في هاد الفيديو، هي تعريف نتاع التنشيف العضلي وكيفية الاستفادة من التنشيف العضلي ولا الحصول على نتائج جيدة في التنشيف العضلي، حيت كاين بزاف اللي كيدخلو لابيرود بلاصيش وكيصدق مفالطين، مضيع كلشي، مضيع الكوا ديالو، مطيح من لي موسكل، طاح في الكاتابوليزم، بزاف د الحوايج كيخليوه مندمش علاش تخليها. نبداو بأول حاجة اللي هي تعريف التنشيف العضلي. التنشيف العضلي هو إظهار جمالية الجسم ولا إظهار الجسم بدون دهنيات مع الاحتفاظ بالكتله العضليه، ولا بحاجه واحده اخرى هي انك غادي تحيد داك الليبيد في الجسم ديالك، تحيد داك الدهنيات كاملين، ولكن غتحتفظ بالكتله العضليه ولا تقدر تزيد بالكتله العضليه وانت كتحيد من الدهنيات، وداكشي كامل اللي زايد على الكتله العضليه كله كتحيدو، الدهنيات وداك الماء اللي كيكون ما بين الميوسكل والجلد، بزاف د الحوايج. المهم الدراري بيرسونيلمون ديري يقول شي حاجه بالفرنسي، راه حنا عندنا مع الفرنسي راه ما كنبغيوش ندفعو كبير. المهم بالنسبه لي انا كنصنف هاد لا بيريود لا سيرش ثلاثه الحوايج، يا خايبه يعني ما طلعاتش مزيانه، ولا جيده ولا ممتازه. نبداو بالخايبه، شنو هي؟ هي ملي كتكون ساليتي من هاد لا بيريود لا سيرش وكتلقى راسك طيحتي الدهنيات وطيحتي الكتله العضليه ديالك كلها طيحتيها، الجيده هي اللي كتكون تخرجتي من داك لا بيريود لا سيرش وكتكون حيدتي الدهنيات واحتفظتي بالكتله العضليه مازالت ما نقصات، والممتازه هي كتكون خرجتي من لابيريود لاسيش وكتكون حيدتي الدهنيات كاملين وطلعتي تم الكتله العضليه، تما كنقولوا ممتازه. الوغ انت ولا انت بطبيعه الحال غتبغي تخرج من لابيريود لاسيش وغتكون باغي طيح من الدهنيات ديالك كامل وتطلع كذلك في نفس الوقت الكتله العضليه. غنعطيك بعض المعلومات والحوايج اللي خاصهم. الوغ الدراري قبل ما تدخل هاد لابيريود لاسيج خاصك تكون موجد ليها، وهي شنقول لك هي جد مكلفه، الا ما كنتش غادي تسطط فيها انو الى هاد الفكره نتاع لاسيج كامله من راسك، ماشي انا كنحبط كوين انما كنقول لك لا فيغيت هذاك الشيء كامل اللي كاين، باش ماشي في التالي تخليها وما تلقاش داك النتائج اللي كنتي باغي انت وتقول اه قالها واحد خونا سيغ يوتيوب وكذا، تسمى بحال انا اللي شجعتك تخليها وكذا. نعطيك كلشي باش تكون عارف قبل ما تدخل شنو كاين. هي مكلفه عرفتي علاش؟ حيت كتستلزم منك واحد الحوايج اللي شويه غاليين، وكتانول داك لي كارب الكربوهيدرات كتحيدهم كاملين اللي هما رخاص، وكتطلع من لي بروتين اللي هما غاليين، يعني كتبقى تستعمل الفلوس بزاف كتهضرها في داك الاخر، ولكن ملي كتشوف النتائج كتنسى كلشي. المهم واحد الحوايج اللي اساسيين خاصهم يكونوا عندك في الدار هي لاوي وبسي ا ا، الا ما كانوش عندك هاد الجوج الفكره نتاع لا بيريود بلاصه حيدها من بالك. علاش لاوي وعلاش بسي ا ا؟ بس كتاكلها قبل من لونطريمون، علاش؟ باش ملي كتدخل الحصه ديالك ما كتمشيش تاخد الطاقه من العضله ديالك، ما كتمشيش داك غادي من لي بروتيين اللي كاين في الميسكل ديالك. باختصار ما كطيحش الكاتابوليزم، اللي ما كيعرفش الكاتابوليزم باختصار هو الهدم العضلي، ما غاديش نقول لك هاليا في الفوق سير دخل تفرج في الفيديو قبل، باختصار هو الهدم العضلي. المهم خاصك ما طيحش الكاتابوليزم باش ما داك غاديش من لي بروتيين اللي كاين في الميسكل ديالك، الوغ ما غاديش تطيح من الكتله العضليه ديالك، غتحاول ديك غادي من لي ليبيد والكربوهيدرات اللي عندك في الجسم ديالك بلا ما تقيس العضله، تحيد الدهنيات والشحم وداكشي كامل اللي زايد
بلا ما تقيس العضله ديالك. وعلاش لاوي؟ لاوي كاين بزاف الانواع، كاين لاوي جولد ستوندار وداك هيدرو ما عرفتش سميتهم، وكاين بزاف خاصك تاخذ اي واي ما يكونش فيها الكربوهيدرات اصلا. لي واي ما كيكونش فيها لي كربوهيدرات، كيكون فيهم غير البروتيين. بالنسبه لي انا دابا كنستعمل لاوي جولد ستوندار وبس. المهم هاد لاوي فوقاش علاش كتستعملها؟ حيت ما يمكنلكش انت تكون نهار كامل وانت كتاخذ لي بروتيين غير من الماكله، يعني غتكون غادي وتدي معاك واحد المجره كتاكل في لاصال، كتاكل في المدرسه وانت كتقرا، كتاكل في الخدمه غادي وانت كتاكل باش توصل لذاك لو نيفو نتاع لي بروتيين اللي خاصك تدخل للدات ديالك. الوغ خاصك غادي وانت كتاكل، شنو هو اللي غادي يساعدك وغادي يكمل لك الماكله ديالك؟ هي لاوي، حيت هي سكوب واحد صغير فيه واحد نسبه كبيره نتاع البروتيين. الوغ هادو واحد جوج حوايج اللي خاصهم ضروري ضروري يكونوا عندك قبل ما تدخل لابيغو بلاصيش. كيما قلت لكم خاص تكون عندكم لاوي ولا باس عاوني قلت لكم علاش. الا ما كانوش عندك اول داك الفكره ديال لك تدخل لابيغو بلاصيش، وثاني حاجه هي كيفاش تريني. اونطريمون ديالك ما غاتكونش بالبوا ثقيل، تريني غير بالخفيف وغادير لي سوبر سيري وداك سيري كومبيني. سوبر سيري راكم عارفين كتلعب بجوج ديال العضلات متعاكسين بحال بيسبس وتريسبس، صدر ودورس ولا كتاف وصدر، مع عضلاتين متعاكسين. والسيري كومبيني كتلعب بحال دابا راك لاعب انت الصدر كتلعب لابار فيكس بلا صدر وموراها نيشان بلا ما كترتاح بلا حتى شي حاجه، كتهز لي زونتير وتاكارتي في البلا حتى هي، وكدير ما بين لي سيري على الاقل 15 لي ريبيتيسيون، على الاقل 15 تكرار على الاقل، والماكسيمو 20، ما بين 15 حتى 20. فهنا ما خاصك تكثر الشريب ديال الماء بزاف، خاص يكون عندك الماء في الكوبا ديالك بزايد. وراكم عارفين النعاس والراحه وراكم عارفين داك المسائل كامله. مادام غتدخل في لابيرو دو لاسيش تكون عرفتي بزاف د الحوايج اللي درتيهم في لابيرو لا بريز دو ماس. الوغ خاصك غير تزير راسك ويكون عندك عرفتك بزاف الاولويات ديال هاد لابيرو دو لاسيش، داك الحوايج المهمه اللي خاصك قبل ما تدخلها وتكون موجود ليها. وخاصك تنقسم الكربوهيدرات، ما تبقاش تدخلهم للكوب ديالك، ما تدخلش 0% الكربوهيدرات تكون كتدخل في الماكله ديالك. في الغوبا كان بين الصباح حتى العشيه حاول ما تدخلش كاع الكربوهيدرات وغتطلع من البروتينات. هذا هو ما كان، ونسبر كو تكونوا فهمتوا لا فيديو. اللي ما فهمش شي حاجه ولا بغى نزيد نهضر على شي حاجه اكثر واكثر يتواصل معايا في انستغرام، يطلع لكم الانستغرام ديالي هنايا، صيفطوا لي ميساج تما اما غنجاوبك تما، غالبا غنجاوبك تما غنقول لك شنو غادي دير. ولا شفت بزاف الاسئله على شي حاجه غادي نزيدها في فيديو واحد اخر. فرقوا اللعيبه باللايك، واللي اول مره تفرج فيا شي ابوني في الكومنتات زوين، اللي ما فهمش حاجه كتبها في الكومنتات راه كنجاوبك عليه.